تعالوا نروح مع بعض نشوف تقرير صورته كاميرا يحكي أنا مع الدكتور رامي نخلة استشاري أمراض البطنة عن موضوع حلقتنا، لأن زي ما قلت لكم الأمراض العضوية بتبقى نتيجة للأمراض النفسية والأوفر ثينكينج. يلا نروح مع بعض. هو التفكير الزائد، احنا كلنا بنفكر وكلنا حقنا اننا نفكر وكلنا عندنا طموحات وجولز واهداف عايزين نحققها، فالتفكير البسيط اللي بيسموه ميديوم الوسطي ده حافز بيشجعنا اننا نحاول نجيب طموحاتنا نحقق احلامنا. لكن اوفر ثينكينج ده ممكن يقلب بتفكير مرضي، اللي هو انا شغلي شاغل بس عباره عن نفس الموضوع رايح جاي رايح جاي، وبخش بيسموها فيشوس سيركل او دايره مغلقه مش عارف اطلع براها. ده ممكن يبقى يقلب بتفكير مرضي ياثر علينا سلبيا نفسيا وجسمانيا كمان. الهرمونات بتاعت الاسترس مع التفكير الزايد ده حمل وضغط نفسي بيمنع انك تستمتع باللحظه اللي انت فيها وبالسعاده اللي انت المفروض يعني تحظو بها. انت بتمنع نفسك انك تبقى سعيد مجرد التفكير. فهرمونات الاسترس دي اللي هو الكورتيزون من اهمهم، الادرينالين من ثاني واحد مهم جدا، ده بيزود الضغط. دايما يقول لك حتى الكورتيزون الناس بتاخد اقراص كورتيزون ياخدوه صباحا وليس مساء. ليه؟ عشان لو حصل اي حاجه اثناء فتره الصبح عشان يخليك فايق ونشيط وتقدر تكمل بقيه يومك. بس لما افكر كمان وابقى عندي ستريس بالليل فالكورتيزون يفرز بالليل هو والادرينالين، طبعا مش هعرف انام، هياثر على نومي، هشقلب يومي، هبتدي انام الساعه 5 6 الفجر، اصحى الساعه 3 4 بعد الظهر، ابتدي احس ان نشاطي قليل، مش عارف افكر، مش عارف ابقى برودكتيف، مش عارف ابقى انسان برودكتيف في مجالي او يعني عارف ادي فيه او في شغلي او في اي حته. فطبعا ياثر يجيب ذبحات صدريه من كتر الادرينالين والكورتيزون بيساعدوا على انقباضات الشرايين التاجيه بتاعت القلب، تعمل ذبحه صدريه، الناس تحتاج لقسطره لا قدر الله او جلطه في القلب يروح بيها المستشفى. الضغط العالي والسكر كل ده وضربات في القلب، تلاقي يقول لك اول لما بيجي نوبه هلع بانيك اتاك من كتر التفكير يبتدي ضربات قلبي ونفسي يتاثر جدا. وساعات في مجالنا احنا كجهاز هضمي ومناظير يقلب بقولون عصبي، طب انا عندي اسهال مستمر، ما مش ادويه الاسهال مش جايبه له علاج، عشان هو العيب مش في القولون، العيب في الاشارات المخ الزياده اللي اثارت وخلت حاله المعده والقولون تتهيج اكثر فعملت اسهال او امساك. النشأة والتربية مهمة جدا، طفل بيتزعق له على طول، حد من اهاليه بيمد ايده عليه، على طول بيتعاقب، على طول حاسس ان هو مش في الكومفورت زون بتاعه، ده هيطلع عنده اضطرابات نفسية بأنواعها، جنراليز انكزايتي ديس اوردر اللي هو نوبات التوتر والهلع وعلى طول انكشس يعني متوتر وبفكر كتير، وتأثر عليه لما يكبر في تحديد مصيره ايه، سواء في الجامعة، في الاختصاص اللي عايز يتخصصه، في الشغل اللي عايز يشتغله، في حياته ومستقبله اللي عايز يبنيه، في زوجته وشريك حياته. فالكلام ده بيبدأ من النشأة. من أهم الحاجات اللي بشوفها في مجالاتنا في العيادات الجهاز الهضمي موضوع القولون العصبي. دايما الناس فاكرة ان القولون العصبي لازم يبقى عصبي اطلاقا. اشارات المخ في اللاوعي وانا مش واخد بالي هي اللي فيها مشكلة، ممكن يكون من التفكير الزايد، ممكن يكون من شيل الهم والمسؤوليات الكتيرة اللي كتير مننا بقى يعانوا منها، هي اللي عامله لنا اعراض من الام في البطن او تقلصات او اسهال او امساك حدث ولا حرج. مفيش حد معلهوش ستريس ولا في شغله ولا في بيته ولا في حياته مع ولاده مع اصحابه اي حته في الدنيا. انك تتعامل مع الاسترس ده او الضغط النفسي او العصبي، كيفيه التعامل معاه دي حاجه مكتسبه بتتعلمها مره في الثانيه في الثالثه، مش بتتولد وانت عارفها. فمش عيب انك تعلم نفسك وتاقلم نفسك وتقرا ايه الاسترس ده وعواقبه ايه واطلع نفسي منه ازاي، وتروح تستشير حد وتلعب رياضه وتحاول تبقى عندك البوزيتيف ثينكينج او اللي هو التفكير الايجابي وتبعد عن السلبيات بقدر المستطاع. انا عارف ممكن بعض الناس ممكن تقول ان هو مجرد كليشيه، بس انا ما قلتش من اول مره، انا قلت من تاني وثالث ورابع وعاشر مره تساعد نفسك، وساعتها ما عرفتش الجا لحد ممكن يساعدك كمان.